انه اكثر من 23% من الاطفال في المجتمع السعودي تعرضوا للاغتصاب الجنسي. وضح انه اكثر من 23% من الاطفال في المجتمع السعودي تعرضوا للاغتصاب الجنسي. اوكي. حوالي ربع اطفال حوالي ربع الاطفال السعوديه متعرضين للاغتصاب الجنسي. 62% من هذول الاشخاص يعني لم لا عفوا هم ظهر انه هذه الدراسه سواها على طلبة الجامعة. اوكي. فكان 23% تعرضوا للاغتصاب الجنسي في مرحلة الطفولة. 62% منهم كان من طبعا ما صرحوا لأحد أبدا، ويرجع هذا الموضوع لأنه اللي اغتصبهم من الأساس أو اللي تحرش فيهم كان من أحد الأقارب. نعم. وفي الدراسة هذه ذاكر أنه أكثر من 16% من الأقارب، يعني تحديدا 5% من الأخوة والأخوات، 2% من المعلمين، و 1% آباء وأمهات. في دراسة أخرى أو هي كانت دراسة مسويتها الدكتورة إنعام الربوعي. أوكي. هذه الدكتورة هي رئيسة قسم جراحة الأطفال في مستشفى القوات المسلحة في جدة. نعم. ذكرت أو حذرت من انه السنوات القادمه سوف تعاني او نعاني كمجتمع من حالات منتشره جدا جدا من الشذوذ الجنسي. ارجعت هذا السبب للاعتداء الجنسي على الاطفال وكثره الحالات اللي ترد للمستشفى من الاعتداء الجنسي للاطفال، كذلك العنف الاجتماعي الذي يقع على الطفل. وذكرت كذلك انه في المستشفى بالمتوسط يأتيهم كل تقريبا 3 حالات في الأسبوع هذا اعتداء جنسي. أوكي. وش يكون مصير هذه الحالات لما توصل؟ والله أنا ما أدري، بس هذا اللي يعني هذا اللي ذكرته على فكرة بجريدة الوطن السعودية، يعني كانت بمطبوعة، وأنت عارفة جريدة الوطن من الجرائد اللي جدا ثقة. نعم. بالإضافة لذلك في دراسة في مكتب الإشراف الاجتماعي، هذه الدراسة برضو خطيرة جدا. تقول هذه الدراسة انه نسبة 46% من الطلبة في مدينة الرياض يعانون من الشذوذ الجنسي. 25% من الطلبة في مدينة جدة يعانون من الشذوذ الجنسي. نسبة كبيرة. نسبة جدا كبيرة. على فكرة هذه الأشياء يجب انه نحن نواجهها بشفافية جدا جدا. يجب انه نعرف هذا الكلام لا يسيء لأحد، لا لوطن ولا لمجتمع، لكن لازم انه نحن نواجه هذه الحقائق لأن هذه حقيقة. اوكي؟ يجب مواجهتها حتى لو كانت مخيفة. هي مخيفة وجدا مخيفة. إذا أخذناها معناها نحن ما احنا واعين لحجم، لأن هذه الأرقام تكون سريعة. فجأة تلاقي مجتمع صار مفتت هش لما يكون عندنا نسبة.